انت وبس. او الموقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. كايرو فاشن فاستيفال يبقى بمشاركة مصممين أزياء عالميين. النهاردة معنا سعيد معروف من المغرب، ومعنا مرمر حليم هي مصرية عايشة في دبي، ومعنا سارة الرزاز. في جديد او اخراج الفاشن شو جديد، الاضاءه جديده، الديكور بتاع المسرح جديد، البنات كمان اتحنا الفرصه لبعض عرضات الازياء الجداد ان هم يشاركوا معانا في كايرو فاشن فيستيفال. كله جديد، يعني احنا مقدمين كل حاجه جديده في كايرو فاشن فيستيفال. انت وبس. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوشة الإعلامية انتوبس.com.